وبدأت الشباب يفكرون باغتيال الإمام من بيت الوزير أو للشباب في من أحمد المدع مثلا والاغتسال على السنيدار وعبد الوهاب الشامي وأحمد الشامي والشباب. نعم. كانوا يرتبون على أساس اغتيال الإمام، لكنهم ما قدروا أن يرتبوا الترتيب الذي ينفذوه. فتولى عبد الله الوزير شخصيا تشكيل فرقة الاغتيال. نعم. وفرقة الاغتيال كانت من القبائل، وكان عبد الله بن علي الوزير الذي عاد ايضا من القاهرة قبل. نعم. من اهم العناصر التي تتآمر على قتل الامام، وهو مزوج ببنت الامام. عبد الله الوزير. نعم. مزوج ببنت الامام. بنت الامام كانت شاعرة انه غاب، هو تزوج بها قبل وغاب، فكانت شاعرة انه عبد الله الوزير زوجها يعني بيجتمع باشخاص مشبوهين. ف بدأ الأمر بين بيت الحميد الدين وبين بيت الوزير، بيت الوزير من يسبق بالضربة الأولى، هل يسبق الإمام يحيى ولا يسبق الوزير. الوزير. وعلى هذا اقتنع الوزير بعملية الاغتيال، مع أنه ما كانش مقتنع في البداية بالخالص في قضية الاغتيال، لكنه عندما شعر بالخطر وافق على الاغتيال وكون الفرقة الاغتيال بمجموعة على رأسها الشيخ علي ناصر القردعي. نعم. الشيخ علي ناصر القردعي من شخصيات اليمن البارزة والمغامرة.